أثار الفنان السوري القدير دريد لحام موجة من الجدل بعدما قاله على النقاب خلال مقابلة أجراها معه الإعلاميان ماجد العجلاني وبتول سعيد عبر أثير إذاعة ميلودي اف ام، وأعرب عن دعمه إلغاء ارتداء النقاب في الجامعات وعن عدم قبوله هذه الحالة، لافتا إلى أهمية التأكد من هوية الشخص الذي يدعاه وأنه قد يكون رجلا متخفيا، وأضاف أنه يعارض ارتداء النقاب في بلده. لحام مولود 31 يناير 1934، يعني حوالي 85 سنة، من مواليد حي أمين في دمشق القديمة، ممثل كوميدي ودرامي سوري وسفير النوايا الحسنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسيف، لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان 2006. وعرف بشخصية كارلوس عازف الجيتار المكسيكي الذي يغني بالإسبانية والعربية، إلا أنه اشتهر خاصة بشخصية غوار الطوشة الكوميدية التي أداها في معظم أعماله الفنية. ولد في دمشق في عام 34 لأب سوري وأم لبنانية من بلدة مشفرة في قضاء البقاع الغربي، واسمه حسب الهوية دريد محمد حسن اللحام. متزوج من السيدة هالة البيطار وله 3 أبناء منها و7 أحفاد. أما من حيث ديانة دريد لحام ومعتقداته وطائفته الأصلية، فقد ولد لعائلة مسلمة شيعية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة مجموعة صور للفنان القدير دريد لحام مع زوجته، مرفقة بجملة عبر فيها بحسب صفحة دراما نيوز عن مدى حبه لزوجته حين سألته الفنانة أمل عرفة عنها، فقال الفنان عن 53 سنة حب وزواج، وصفها بأنها كانت زوجتي أحيانا، صديقتي أحيانا، وحبيبتي دائما. أنا مع زوجته هالة بيطار، حبيبته دائما. وكان دريد قد صرح في مقابلة سابقة ضمن مجلة زهرة الخليج عن الأمر نفسه، وقال: هي أيضا مستشارتي الفنية، وآخذ برأيها في كل النصوص التي تعرض علي لتنفيذها، كما أنها السبب في نجاح زواجنا الذي استمر أكثر من 50 عاما، وأحترم فيها التضحيات التي بذلتها من أجلي حتى يصبح بيتنا عامرا، لأنها صبرت معي على الفقر وعلى أخطائي التي ارتكبتها بحقها، وأصبحنا بعد كل هذه السنوات روحا واحدة في جسدين، حتى أنني لا أطيق دخول البيت في غيابها وهي كذلك. وعن غيرة زوجته من علاقاته مع النجوم كسعاد حسني وشريهان مثلا، قال اللحام خلال مقابلة في مجلة زهرة الخليج: من الطبيعي أن تشعر زوجتي بالغيرة علي من سعاد حسني وشريهان، ولكنها تحب هاتين النجمتين مثلي تماما، وكانت تجمعهما صداقة أوتوماتيكية، كما أنها كانت تثق بي وتثق بالضيفة الموجودة في بيتها. هذا وقد كشف الفنان السوري في حوار سابق له عن ارتباطه بصباح الجزائري لمدة 60 يوما، وذلك عام 1977، وكان وقتها متزوجا من زوجته هالة، وقال عن زواجه منها أنه فضل الانفصال عن صباح سريعا للحفاظ على منزله وأسرته، وأكد بأنه لا يزال يحترم ويقدر صباح كثيرا. دي الفنانة صباح الجزائري، اتجوزها 2 شهر فقط وبعد كده انفصل عشان يحافظ على بيته وأسرته. دي فنانة صباح الجزائري، غير الفنانة المشهورة طبعا صباح. وكانت قد بدأت الفنانة السورية صباح الجزائري عملها بالفن عام 73 مع مواطنها الفنان دريد لحام، وقدمت معه العديد من الأعمال الفنية. وارتبطت صباح الجزائري بعد دريد لحام بمحمد الطقي، وأنجبت منه 3 أبناء من بينهم الممثلة رشا الطقي، ونشرت صورة لها معها وهي طفلة صغيرة، وعلقت عليها قائلة: 20 سنة عشق، كل سنة وانتي طف. هنا في زفافها، وهنا مع بنتها، وقالت عنها 20 سنة عشق. ضجت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بأخبار تفيد بوفاة عملاق الدراما السورية الفنان دريد لحام،
ولكن سرعان ما نفى الممثل السوري مصطفى الخاني هذه الشائعة من خلال نشره صور تجمعه مع دريد لحام عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها قائلا: أستاذنا وحبيبنا وقدوتنا الفنية الأستاذ دريد لحام، الله يطول لنا بعمرك يا كبير. وده البوست اللي حطه على تويتر: الله يطول لنا بعمرك يا كبير، يوم 25 سبتمبر 2019. ده الفنان القدير دريد لحام. كما أكدت السيدة هالة بيطار زوجة الفنان دريد لحام أن زوجها بخير ولا صحة على الإطلاق لخبر وفاته، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه شائع. وفي اتصال مع سيدتي، أوضحت السيدة هالة أن شائعات الموت تلاحق زوجها دائما، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض لشائعة مماثلة. وأضافت: تلقينا اتصالات من كل أنحاء العالم، والكل كان يريد الاطمئنان عليه، ولذلك سوف يطل زوجي اليوم ظهرا عبر إحدى الإذاعات لوضع حد لهذه الشائعة المغرضة. هنا هالة بيطار مع زوجها دريد لحام في بداية حياتهم مع بعض، قعدوا متجوزين حوالي 53 سنة، وهنا معاهم أطفالهم الثلاثة. هنا بعد تقدم العمر، دي صورة تانية ليهم مع بعض. ثم علق الفنان السوري دريد لحام بنفسه على شائعة وفاته، وأكد الممثل السوري أنه لم يعد يهتم كثيرا بالشائعات التي باتت تلاحقه خلال السنوات القليلة الماضية. وقال لحام في تعليق مؤثر: البعض يريدني أن أموت وليكن ذلك، اعتبروني ميتا، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس وترحموا علي، لا مشكلة. بحسب موقع في الفن، وأشار لحام إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي جاءت لتنهش في المجتمع العربي الذي يعاني أصلا من عدة مشاكل. ومن ناحية أخرى، كشف دريد لحام أنه بدأ التحضيرات لفيلم سينمائي جديد يتعاون فيه مع المخرج السوري باسل الخطيب للمرة الثانية بعد فيلم دمشق حلب. ده دريد لحام، وهنشوف أسرار بقى عن زواجه. دريد لحام، أنا دريد لحام المشهور بدور غوار الطوشي في مسلسل صح النوم، هو ممثل كوميدي سوري درس العلوم الفيزيائية والكيميائية في جامعة دمشق، ثم عمل مدرسا في بلدة صلخة جنوب سوريا حتى عام 1959، كما حاضر في جامعة دمشق. وعشق دريد لحام التمثيل منذ صغره، حيث كان يشترك في الفرق المسرحية بمسرح المدرسة والجامعة، كما كان يعطي دروس في الرقص أثناء تدريسه في الجامعة. بدأ دريد لحام حياته الفنية من خلال التمثيل بالتلفزيون عام 60، بدعوة من الدكتور صباح قباني مدير التلفزيون السوري آنذاك. ثم اتجه بعد ذلك إلى العمل المسرحي، حيث اشتهر بشخصية غوار التوشي التي مثلها في معظم أعماله الفنية في المسرح والتلفزيون. ومن أبرز الأعمال التلفزيونية التي شارك بها مسلسل حمام الهنا وصح النوم وعائلتي وأنا ووين الغلط وأيام الولدنة. كما قدم العديد من الأعمال المسرحية التي استمر عرض بعضها لأكثر من 9 سنين، منها عقدية وحرامية وكاسك يا وطن والعصفورة السعيدة وسيليديا. لديه أيضا مسيرة فنية طويلة في العمل السينمائي، حيث مثل وأنتج العديد من الأفلام، منها خياط السيدات وغرام في اسطنبول والمليونيرة وزوجتي من الهيبز وغوار جيمس بوند والآباء الصغار. حصل على وسام الكواكب الأردني ووسام الاستحقاق التونسي عام 79 ووسام الاستحقاق والتميز السوري من الدرجة الأولى عام 76، بالإضافة إلى وسام الاستحقاق الليبي عام 91 ووسام الاستحقاق اللبناني عام 2000. كما حصل أيضا على جائزة الأداء المتميز عن برنامج
هل للهلال عام 2007 في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وعلى جائزة أدونيا لمسيرة الحياة عام 2009، وعلى شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 2010. هنا مع زوجته هالة بيتر. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.